أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي في عضو مجلس الأمة كابتن خليل الصالح. حياك الله كابتن، مقل بالإعلام. أهلا وسهلا فيك أول شيء. إيه؟ وهالسهرة الطيبة هذه. أوكي. والقناة الجديدة بعد حطيت له اسم جديد. أي تي في. أي تي في. خلاص إنترناشونال صرتوا تستاهلون. إن شاء الله إنترناشونال. إن شاء الله نتطور إلى العالمية. إنزين أول شيء عيسى وأحمد، أنت جيت ورحت على مقدم مقترح على التحويلات الخارجية. وقلت ان التحويلات يعني عدد كم كبير من المبالغ الماليه، فبالتالي الدوله يجب ان تاخذ جزء منها الان قبل لا يكفي ليش. لكن هل المقترح هذا تتكلم فيه عن كل تحويل ام يختص بغير الكويتي فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. في الواقع في 2014 قدم سؤال برلماني حق وزير الماليه بخصوص التحويلات الخارجيه للوافدين، وجاء الرد صاعق 5,400,000,000 دينار كويتي تقريبا. أوكي. بالسنة. زين. يعني بواحد وخمس، خلنا نقول خمس سنين، 21 مليار، يعني رقم مليار دينار. زين. وليس دولار. أوكي. وبالتالي رقم كبير جدا قاعد يخرج من الكويت دون أي استفادة منها من الكويت، في أن يكون هنالك في عليهم نوع من الرسوم تكون خاصة في الدولة. لما تيجي على هذا الأمر، هو في عدة مزايا. أولى هذه المزايا أنك أنت قاعد تعرف حجم التحويلات اللي تطلع برا الكويت حتى أنك تراقبها. أنا واحد يجيني موظف وافد والنعم فيه يقدم خدمته والأمور هاي كلها، معاشه 500-700 دينار، تلاقي تحويلاته تصل شهريا 2,000-3,000 دينار. السؤال هذا من وين يحصل الفلوس هذا؟ لازم نقف أمام هذه الوقفات. شو أنت بتوصل غسل أموال يعني؟ يعني هو مو غسل أموال، عنده يعمل بوظائف غير مصرحة، مصلحة التعبير. هذه لابد تكون فيها رقابة. هذا جانب موجود جدا، أنا أرى أنه جانب أمني لابد أن نقف أمامه. الجانب الآخر، أنت الآن لما تشوف الحسابات هذه الموجودة، والدولة أساسا الحكومة دائما متحفظة على هذه الأمور، وتكون لا ما نحتاج. مثلا أنا عندي موضوع الرسوم على الوافدين اللي كلها بوليصة التأمين من سنة 2013 وانا مقدمه وياك في الجوله هذه، واليوم دوره 25 في هذا. الحكومه ما تبي تقر بالاخير عقب ما قالت لا الحكومه ما تبي. شنو ما تبي؟ تحط رسوم على بوليصه العلاج للوافد لما يجي بزياره للكويت. انا طلبت ان كل وافد يجي للكويت بزياره يكون عنده بوليصه تامين، يروح المستشفيات الخاصة وليس المستشفيات الحكومية. أوكي. العلاج حتى يوفر شوية ضغط علينا ونشط النشاط الاقتصادي عندك إياه. الحكومة ما تبي. ليش ما تبي؟ ما أدري، عندها حساسية بهذه الأمور حتى في التحويلات المالية. ليش حتى لو تلاحظ، بس يعني إذا الحكومة تقول أكو اقتصاديين، شيخ البحر من البنك الوطني، مجموعة من الشخصيات قالوا التحويلات هذه، البعض قال غير دستورية، بعض قال ما يجوز، أنت جاي مقبل على دولة تبي تسوي عندك أنت دولة، يعني دولة تجارية ودولة مالية، فما يجوز أن تحط مثل المقترحات. ليش قاعد تعيقون أنتم تحول الكويت إلى دولة مركز مالي وتجاري؟ أول شيء هذا القرار بالنسبة أو المقترح بقانون على التحويلات دستوري 100% كامل الدسم، تم مناقشته في اللجنة المالية واللجنة التشريعية، دستوري 100% ما عليه أي خلاف. أوكي. وبأمر الواقع. ولكن هي قضية العكس، أني أنا أستثمر فلوس الوافد في الكويت، هذا الأفضل، هذا الصح. فبالتالي انا قاعد مراتب على قد بيروح يبعث حق اهله بيصرف. شوف اكو رواتب، احنا لا نتكلم على الشريحه اللي رواتبها ضعيفه. انا قدمت المقترح بقانون كقانون، لائحه داخليه مالته يتم تفصيلها بالجهات المعنيه. فبالتالي احنا نقول اذا 21 مليار ما تهزكم من اهل الكويت الاقتصاد، انا ما ادري ايش اقول لكم. انا اقول هذا باختصار شديد. اوكي زين، ليش قدمت انت اذا انت تقول ان الوافد يجب ان يستثمر ماله بالكويت؟ البعض الاخر يقول لك اذا انت تقول هالكلام هالوافد يجب ان تقول حق المواطن الكويتي، رؤوس الاموال قاعد تطلع لبرا، مو الافضل ان احنا نستثمر هني؟ ليش ما يصير فرض رسوم على تحويلات الكويتيين الماليه في مبالغ معينه، انه تفرض عليه رسوم او يستثمر بالكويت؟ هذا امر محل دراسه الان بالنسبه حق التحويلات الخارجيه للكويتيين، وراح نشوف احنا شل قوة أو كمية الأموال تطلع برا، وشو الاستثمارات الموجودة في الكويت. أوكي. لابد من دراسة، لا تكون هي قضية مستعجلة مجرد شيء بشيء. إن شاء الله. أوكي. أنت أيضا في اليوم مجلس إدارة خطوط الجوية الكويتية،
انت كابتن، كابتن خليل صالح وطيار ولك خبره فيها، وانت يمكن اكثر شخص مناسب انه يتكلم عن هذا الامر. في مشكله بالتعيينات اول شيء ولا لا؟ انا مبدئيا ضد التعيينات الحاليه لسبب واحد، كل اصدقاء مجلس الاداره الكويتيه الحالي. انا اقول لابد ان يكون الرئيس التنفيذي، خلي المجلس الاداره ك ك ك ك ك كاشخاص ونعم فيهم وبعضهم عندهم خبره، يمكن قليل منهم عندهم خبره في طيران، لكن الرئيس التنفيذي لابد ان يكون من الناس المختصين في هذا الخصوص ونعم فيهم كلهم. ولكن انظر للشركات المجاوره حوالينا يا اخي، الاماراتيه، القطريه، فلاي دبي، كلهم ناس متخصصين. انا ابي انجح هذا المشروع بهذه الصوره. لما نرجع مره ثانيه للكلتشر الثقافي الكويتي، ما هالكويتيه كتصير كما هي الحمد لله. يعني انا قاعد اقول لك صحيح الكويت سمعته الفنيه وايد ممتازه، ولكن احنا نريد التسويق الحقيقي، كيف نخلق خطوط تشغيليه ذات ربحيه، وعندنا 35 طيارة عندنا الحين مو مثل أول. فبالتالي أنا أحتاج ناس مسوقين أصحاب خبرة. تقول الكويتيين ما في خير، لا أقول فيهم خير، ولكن انظر من حواليك شو نجاحهم بارز. أنا ما أقول أنهم مو زينين، لكن الكلتشر الثقافي طاغي على كل شيء. وأنا يعني برأيي إن كان في توجه موجود إن يجيبون ناس متخصصين من برا، ولكن ظلت الكلفة السياسية هي جزء كبير جداً كل فسيح. لكن الى متى يبقى حل الكويتيه كذي؟ يعني اليوم يقول لك انه والله هذا الكويتيه من يعني عاشت 20 سنه مريضه، لا هي ميته ولا هي حيه على السرير، تو الحين تنفست الصعداء بالطيارات الجديده. فانا رايي الشخصي، لكن يقولون الغاء رحلات، قاعد محاربه المؤسسه لصالح شركات تجاريه، صحيح الكلام ولا لا؟ هاي منافسه موجوده، الشاطر يستطيع ان يقدم الأفضل وبالتالي يأخذ السوق، يأخذ المقاعد هذه. عندما تقدم خدمة أحسن تقدم على مستوى أفضل. وحين عندك طيارات جديدة، من ما ودي يصعد الطيارات الجديدة؟ والكويتية عندها محطات لها خاصة، لها جمهورها، لها ركابها، فبالتالي محتاجة إلى تسويق أفضل من ما نحن فيه الآن. وهذه تحتاج ناس متخصصين في مجال الطيران. فأنت تشوف أن المجلس الإدارة الحالي بشكله تعتقد أنه صعب، ما أقول مستحيل، أنه ينقل الكويتية مرة أخرى إلى المنافسة؟ هذا مجلس مجلس الإدارة الحالي يسوي سياسات استراتيجية، ولكن رئيس التنفيذي لما يكون أنا برأيي الشخصي عنده قوة يجي ويغير الشركة من الثقافة اللي فيها في السابق، راح نظل على طوام المرحوم كما هو في السابق. نفس الحال. أوكي. سياسيا شوي، استجواب اللي راح يقدمه النائب صالح عاشور ومهدي، شريكك سياسيا يمكن، لجمع خاصه في على ما حدث في اغلاق جمعيه الثقلين. انا قلت حق اسامه الشاهين قبل شوي ان انت صوت ضد طرح الثقه في استجواب اللي قدم، لكن الان ممكن الوضع يتغير، قال راح اشوف المحاور. الان خليل الصالح من وقف مع الوزيره في الاستجواب هذاك، ستقف معها في هذا الاستجواب ولا لا؟ موضوع جمعية الثقلين، هاي جمعية الثقلين بالأساس جمعية خيرية، وأنا عندما شفت القرار بتوقيف الجمعية في اليوم التالي، أظن اليوم الثالث، قدمت أسئلة برلمانية مع الوزيرة للبحث عن أسباب إغلاق هذه الجمعية. في الواقع أنا عندما جلست كذلك طبعا قبل، جلست مع الاخوان الموجودين اعضاء مجلس الاداره يقولون في مخالفات ماليه، قعدت وياهم انا سالتهم اسئله مباشره، هل يعقب انذار باغلاق بامر ما في تجاوزات اداريه ماليه؟ قال يا اخي شلون انذار يجينا والتاريخ 18/5 عندنا الجمعيه عموميه، لا يوم ما يانا ولا شيء، ليومك هذا بشكل رسمي انذار يحذر ويقول الشيء. ما في انذار ياهم للحين؟ ما في انذار ياهم حسب كلام مجلس الاداره، وهذا سؤال من احد الاسئله الموجوده امامه. عندما وجدت العمل الخاص فيها وهو عمل خيري بحت، واحنا في دوله يعني اخذت الصيت الدولي بحضره صاحب السمو، احنا نتكلم على دولة تدعم العمل الانساني. اليوم هذا عندي 12,000 يتيم موجود ببرا وهم تحت يعني نقول تقديم وصاية هذه الجمعية. اليوم بالقرار هذا وقفوا هذه اصحاب الايتام، واحنا في الشهر قريبين من الشهر الفضيل. انا اقول
هنالك هذا القرار كان قاسي لهذه الجمعية بإطلاق. ليش الجأولة كذي سياسية؟ هل موقف صالح عاشور من الاستجواب؟ والله شوف صالح عاشور يمكن صرح بتصريحاته، بس أنا كنا منصف مع الإخوان ومع الاثنين. أنا الوزيرة باعتقادي عندها وجهة نظر معينة، ولكن هذه وجهة نظر لم ترقى إلى نفسي أن تغلق الجمعية، لأن اعتبره قرار قاسي. وبالتالي عندما استمعت إلى الندوة اللي تمت كذلك بقانونية إغلاق هذه الجمعية، هذه عقاب لكل أعضاء الجمعية العمومية. كان بالإمكان أن لو كان في تجاوزات موجودة تم تحويلهم للنيابة، كان لو كان في تجاوزات حقيقية موجودة تأتي بالتنبيهات متكررة، كان لو كان في أمر من هالنمونة. لكن لما أنا أسقط هذا الأمر على جمعيات أخرى، قد تكون جمعيات تم إغلاقها، ولكن لما أنا أشوف في فترة من فترات الزمن الكويتي كان في ذاك الزمن السيارات توقف في البراحات وتجمع، ما حد قال لهم ايش قاعد تسوون زين، وانا شفتهم قلت هذا بتوجهات، بالعكس كانوا مصنفين بجهات ارهابيه بحته، النصره وغيره. فبالتالي انا قاعد اتكلم اليوم، هذا القرار انا اراه قاسي جدا. وباختصار شديد حتى انهي لك هذه الرساله، انا سوف اقف مع الاستجواب لاني اقتنعت بالحيثيات التي قدمت من حيث المبدأ في اللقاء للتم وياهم. ما لم يكون هنالك في رد صاعق او رد مو صاعق، انا اقول رد مقنع من الوزيره في الجلسه. أوكي. هذا امر اخر، ولكن انا ماشي في هذا المسار. هل الاستجواب جلس مع صالح عاشور، هل الاستجواب فقط سيوجه الى هند الصبيح في هذا المحور، ام هناك محاور اخرى ستضاف له؟ والله انا اعتقد انه محاور اخرى، بس انا من حيث المبدا ارى هذا ركيزه الاستجواب. انت تشوف ركيزه الاستجواب هي اقلاق جامعه؟ اعتقد انها ركيزه الاستجواب موجوده. أوكي. يعني في هذا فهذا تعلم موقفك اليوم مؤيدا للاستجواب، لان هذا ما لم تتقدم الوزيره اشياء تفنط في هذا الامر، انا رايح بهذا الاستجواب. بس انا عندي قناعه مطلقه بعد ما سمعت الحد القانوني مالها، ان بامكانها تحيل مجلس الاداره وتخلي الجمعيه باقيه وتختارون مجلس اداره جديد وتستمر. أنا ليش عاقب الجميع بخلل؟ إذا كنا نقول أن المجلس الإداري الحالي أخطأ عمل، أودي هذين النيابة. إنزين، البعض يقول من ناحية سياسية كنواب شيعة أن أبو مهدي صالح عاشور لجأ للاستجواب على الرغم من إمكانه كان يلجأ إلى القضاء. لجوءه للاستجواب هو أيضا مو بس يعني كاستجواب، هو أيضا لإحراجكم سياسيا. تحس أنا في أعتقد سياسي؟ عندما اقتنع قانونيا اساسا اغلاق مثل هذه الجمعيات ياتي بامر من سمو الرئيس، ما تاتي بالوزيره نفسها. هذه الجمعيه بالذات جمعيه اي ما لم يكون هنالك هذه جديده. اغلاق الجمعيه اغلاقها هي من سمو رئيس مجلس الوزراء وفق قانون موجود، الماده والله ما اذكرها بس موجود في هذا الامر. هي الوزيره عطت هذا الشيء، لان انت الان قاعد يعني اذا كل جمعيات توصل بهذا الصوره اغلاق بالصوره هذه كلها، دور السلطة وين؟ بس لا أنت اليوم قاعد تقول شغلة أن ما تم الإغلاق إلا بأمر من سمو رئيس الوزراء. أنا أعتقد أن سمو رئيس الوزراء ما عنده خبر بالموضوع، برأيي الشخصي، معلومات لو وصلتني لكن مو ما تحقق منها ما عنده خبر، بل تفاجأ بهذا. ليش ما يلغي القرار؟ أنا أعتقد أن هنالك في رأي آخر يمكن برز راح يبين بالاستجواب. اي استجواب هند الصبيح. اوكي، هذا استجواب هند الصبيح. استجواب حمدان العازمي استجواب مفاجئ بمحاوره، لان دخل فيه اكثر من محور. الان هذا الاستجواب مثل ما قال جريده الراي استجواب الاسطبل، ولا استجواب سياسي لاهداف ما، خاصه ان اثير الجلسه في احدى الجلسات قضيه المجلس الاولمبي. نعم. يقولنا الاستجواب وضع بهذا الشكل لصرف الانظار عنه. وجهه نظرك الأخ حمدان يعني من الناس النشيطين في المداخلات ومحل الجلسات، بس ما كنت أتوقع أن يقدم هذا الاستجواب بهذه المحاور. نعم كنت أتوقع أن يقدم استجواب، ما توقعت أن يقدم استجواب قضية الدوائر. أوكي. ولكن تفاجأنا المحاور مختلفة. يعني أنا وصياغتها كانت يعني بيننا من جهات مختلفة، يعني متخصصين كل واحد كل من في طريقة كاتب الاستجواب، وهذا حق دستوري كل نائب. واحنا أنا قلت في زمان من لا يستطيع أن يستقبل استجوابات فليترجل أيا كان موقعه زين، وهذا في كل استجواب موجود. ولكن هذا الاستجواب بالذات عندما تقول بشيء وتحط محاور أخرى مختلفة علامات استفهام كثيرة تأتي بهذا الخصوص.
هل هو مقصود في رئيس الوزراء مباشرة تبي أو تبي تحل القضايا الموجودة؟ هذا سؤال واضح أنا وجه حق النائب. زين شو تقول على حمدان؟ أقول أنت قلت على الدوائر الحين يبقى لنا محاور زين جديدة ما كانت مذكورة ولا حتى ندري عنها احنا اصلا ما حد فكر فيها متفاجئين بالمحاور الموجودة. إذا أنت قاعد توجه حق رئيس مجلس الوزراء بتقول له هذه المحاور إني أنا ضدك في هذه المحاور، وين كان الأساس الصحيح أن يوجه هذه الاستجوابات بداية للوزراء المختصين إذا جت رياضة في منها وزير مختص، وإذا جت أي عنصر أي بند ثاني لها وزراء مختصين. فبالتالي القفز السريع بهذه الصورة ويعطي يعني استفهامات كثيرة. أتمنى من الأخ الفاضل العضو أن يعني يبين لنا شنو هالقفزة المفاجئة اللي صارت في فترة زمنية قصيرة ومحاور مدروسة مكتوبة بسياقة متقدمة يعني زينة، وبالتالي هنالك من اي يعني رتب هذه الامور. أي يعني هذا انت تدعم ان مثل ما قالوا استجواب الاسطبل قاعد تدعم الاسطبل. انا ما اقول الاسطبل احمد الفهد ولا احمد الفهد ما اعلم ولا اعلم الغيب في هالشيء. انا اقول ان من قدم له هذا الاستجواب هو اللي اساق الاشياء هذه كلها، لانه ولا يوم تحكى في هذين عندنا في الجلسه. كان على الجلسه في الفتره الاخيره وتكلم على قضيه الدوائر وتوزيع الحصص الموجوده. يعني حمدان ما تكلم ولا يوم بهالقضايا في الفتره هذه ما تكلم. فاجئنا فيها. على كل هذا حقه ويمكن يملك ادله وبراهين موجوده، ولكن انا ارى ان كان مفترض يوجه بعض المحاور منه للوزراء المعنيين. اوكي اذا انت قبل شوي ربطت رئيس الوزراء في قضيه اغلاق جمعيه الثقلين، اذا ثبت ان سمو رئيس الوزراء الى غايه يوم جلسه الاستجواب ما اتخذ اجراء، هل موقفكم في استجواب حمدان العازمي سيكون لصالح حمدان ضد رئيس الوزراء يعني باب التصفية السياسية؟ احنا طبعا لا نكيل الميزان بهذا الكيل يعني لكل ملف لوضعه وتقييمه وتقديره. يعني انا يوم كنت استجوبت من ضمن الناس المسجلين ضد هند الصبيح في 2013 استجواب صالح وفي الدورة هذه لا والله ضد استجواب هند الصبيح. ليش؟ شو الفرق؟ عندي انا يعني ابي اتخلق اتخلق انا زين. القناعات اللي عندي في كل قضيه عندي لها رد معني عشت هذا الرد. ويعني شو اقول لك يعني ابرز ملف ملف المعاقين، ابرز ملف اللي هي في الملفات الموجوده. اذا واحد يقول لك انا دافع رشوه اخذت الاعاقه، ايش تبي تطالعه؟ يعني شنو هذا الريال ضميره الان صحى وقال انا يبا يا حق الوزيره والاسماء موجوده وكلها موجوده، يبا انا اخطات في حياتي ودفعت مبلغ لاحصل والان ابي ارجع هذه الفلوس. زين تفضل هذا مبدا منه. شيء ثاني، عندما تقوم احدى الجمعيات التعاونيه محور الجمعيات تبي تريد ان تاخذ حق شخص من احد الصيادله، رست عليه المناقصة لأن الشركة أخرى دفعت لهم هذا 75,000 دينار والشركة الأخرى أعطتهم 350,000 دينار، يلا ألقوا المناقصة وعطنا أعطيكم 350,000. وهنا لك كانت مناورة الوزيرة دزت قرار لهم يا تعطون صاحب الحق حقه ولا أشيلكم. يعني هذه مواقف أخرى كثيرة عندي هذا موقف يعني قناعة. وبالتالي شفت وبالتالي وقفت ضد الاستجواب. اليوم أنا أشوف الشيء هذا قد يرى غيري من الناس كانوا معها بالاستجواب، اليوم راح يصيرون ضد باكر يمكن بالاستجواب. فأنا أقول كل قضية لها معطياتها. لا تستطيع أن تكون تأخذ شيء مبكر ما لم عندك المعلومات. أيضا أنت قلت في تصريح قلت من 25 مارس الماضي أنه نوجه الأسئلة للجهات الحكومية بلا رد بلا ردود كافية حتى الآن، وإذا لم تلتزم الحكومة بالرد على سنة فسارفع تقريرنا بمتعة. هذا كنت تتكلم على لجنة عدل أعتقد الحال، وقلت بعدين الحكومة غير متعاونة معنا، وإذا لم تلتزم بالحكومة بالرد على أسئلتنا فسنرسل رسالة إلى الرئيس مرزوق الغانم حول عدم تعاونها. شوف في مشكله اليوم مع الحكومه ان انتم مو قاعد تتعاون معاكم، فليش متهاونين معاها؟ يعني احنا اول شيء لازم تمشي بالاسس اوكي يعني تدريب الموجوده تعطيه التدرج مالها. هم يعني للاسف يعني كحكومه وكوزارات وكهيئات ما عندها هذه البرامج جاهزه تجمعها الحين وتبي تلقطها من يوم النك حتى تعطيك القرار الداتا او المعلومات الموجوده. عايز نقول لهم اعطونا اياها ما عندهم، اعطونا اياها ما عندهم. فهذا يبين لك ان الحكومه بالاساس ما عندها
يعني شيء استراتيجي موجود حق 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 العمل خلينا نقول المختص في الاحصاء المتابعه. انتم في الجيش الجرال الموجود في الدوله صدق ما عندهم تحتاج. انت في لجنه الاحلال كرئيس لها في مشكله مو قاعد يتعاملون معاكم ولا شو وين الاشكال؟ ما مشكلتهم ما عندهم داتا الحين قاعد يجمعونها. لا لا بس كابتن ما عندهم داتا شيء وما عندهم داتا ما يبون يعطونكم المعلومه شيء اخر. احنا نحسن الظن انه ما عندهم داتا وهذا بالرد مالهم. بعضهم ردوا قال نحتاج وقت عشان نجمع المعلومات برا الكويت، بعضهم قال احنا قاعد نرتب، وبعضهم من قدم مثل الخدمه المدنيه قدموها بس عطونا طريق مستعجلين قدموها عن طريق النت مفروض يكون بشيء رسمي. احنا قاعد اقول لهم احنا حذرناهم تحذير اخير واعطيناهم فرصه كافيه لمده اسبوعين، لم يعطونا المعلومات اللي نبيها راح تغير ترفع تقرير اللجنه الى المجلس والمجلس ياخذ الاجراء اللي يراه مناسب في هذا الامر، وهذا الاجراء يمس مو وزاره التخطيط، يمثل رئيس الحكومه هذا لان كل الوزارات تحته، فلا بد ان يكون التوجيه. انا كلامي اوجه حق نائب رئيس مجلس الوزراء قصدي الاخ انس الصالح اللي هو وزير دوله شؤون مجلس الوزراء، هذا لازم الان يتحرك عليهم يقول لهم شوفوا رتبوا دزوا على الاسئله اللي طالبينها منكم، راح خلاص هاي شكل عام ما هي وزاره واحده، حوالي 8 وزارات مقدمين لهم اياها. اوكي ابو احمد، اليوم النواب كان اسامه شاهين قبل شوي قال هم التقوا مع سمو رئيس الوزراء بحثوا عده ملفات، في ملف قضيتين رئيسيتين اللي هو العفو العام العفو الشامل في قضيه دخول الاقتحام مجلس الامه. انتم في المقابل ما في تحركات لكم؟ انت تبي يعني خل الشارع يعرف ايش قاعد يصير. اي هذا انا ايش قاعد يصير؟ اولا كان هذا النقاش تم في اللجنه التشريعيه. اوكي. ووصلت المرحله احد النواب قال يبا احنا علينا من ربعنا انتم حطوا حق ربعكم. بالله عليك. هذا احد النواب قال لكم في اللجنه التشريعيه. قال حق احد النواب في اللجنه التشريعيه يا اخوي انت روح حط حق ربعك واحنا نحط حق ربعنا. هذا التفصيل هذا ومحاوله خلق الروح الطائفيه في هذا الامر ليش؟ هم يقولون انتم سعيكم طائفي. لا لا, لا 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 انا الحين متذكرني بقول الاسماء. انا اقول الطرف اللي يهمني انا خالد الشطي قالوا له روح قدم حق ربعك واحنا بنقدم حق ربعنا. زين بالله عليك هذه وطنيه موجوده؟ اذا انت ترى هنالك هذين يعني يستحقون العفو يقول القضايا تختلف. بالتالي هذه اول وحده. أوكي. ثاني وحده نتكلم على العفو الشامل. أنزل. على قضايا كثيره موجوده. احنا نتكلم على وايد ناس عندهم مشاكل. اذا بيصير العفو عفو عام كل الناس الموجودين اللي حصلوا احكام سواء باي طريقه كان فيها حكم الاحكام الجنائيه الثقيله هذه امر يعني حقوق ناس هذه ما حد يقدر يتكلم عليها. زين لما نتكلم على الاشياء السياسيه هذه الاشياء السياسيه يعني خليها تشمل الجميع، ليش تكون بس فئه معينه؟ بالتالي انا ضد قضيه العفو العام وان كانت هي قضيه العفو معها اساسا بشكلها صحيح، لكن عن طريق مجلس الامه انا اعتقد بدأت تخصصت فاذا الامر اصبح بالنسبه لي غير مقبول. زين هم راحوا حق رئيس مو رئيس الوزراء، انتم ما تحركتوا؟ هذه هم راحوا الاخوان باراده معينه وانا اعتقد يعني هذا رايي الشخصي الاحكام جايه ب6-5 في محاوله ضغط موجوده وبعد فوق استجواب رئيس الحكومه. زين فبالتالي فرصه سياسيه موجوده حق مشروع ان يروح الشيء هذا. احنا رسالتنا واضحه اذا بيصير عفو فكل من يستحق العفو الحكم سواء كان بالكويت ولا خارج الكويت يحسن ان يكون من ضمن هذه الشريحه. بس ما تشوف ان انت تبون عفو لكن يعني من ضمن المقترحات العفو عن نائب السابق عبد الحميد دشتي، فيقول لك هم بالنسبه لهم تكلفتها السياسيه كبيره ان يحطون عبد الحميد دشتي معهم. ولتكلفه الوطن ما قال صاحب السمو الكويت راحت له هذه مو تكلفه؟ هذا ما ربك تردها لنا ولا كان احنا صرنا مثل الدول هذه الموجودين. اذا تتكلم الشكل بتقول انه والله ما في خطا اقول لا اقول خطا كان ذاك اليوم يوم اسود على الكويت لو راح الكويت بهذه الطريقه ربك حفظها بالطيبين اللي دعوا والله سبحانه وتعالى قدر لصاحب السمو ان تكون له الحكمه بيكون بهذا القرار لذلك كانوا يطقون الصوت الواحد عمل لك استقرار الصوت الواحد اللي ما في استقرار كان ما دشيت فيه
بالتالي انا اتكلم الان اتكلم على مصلحه وطنيه، اي نعم للمصالحه العامه، اي نعم لمد يدينك على لاخوك موجودين. نريد اللحمه اللي كانت في التسعينات ايام الغزو. تبون تبون شيء شامل. شامل؟ يعني انت اذا صار المقترح عام شامل يشمل الكل، بامكانك ان توافق حتى على قضيه دخول المجلس اذا صار شامل للكل؟ طبعا شامل للكل، خلاص اذا كان هنالك مصالحه، وان كنت ارى بشخصي ان حضره صاحب السمو الذي له القرار في هذا الامر ان اعطيه هذا الحق. بقدره هو سموه. بالمعنى. اوكي. ايضا من اللقاء من ضمن اللقاء مثل ما تسرب للصحافه مع سمو الامير مع مجموعه من النواب، عفوا من سمو رئيس الوزراء، ان هناك مطالبات باعاده الجنسيه، وصار هناك يعني اكثر حديث نعم عبد الله فهد يعني حتى اسامه الشاهين، والكفيه في ايجابيات انه ممكن قبل الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم انه يصير في هناك توجه لاعاده الجنازي. انتم اعترضتوا حتى في لما شكلت اللجنه لجنه برئاسه المستشار علي الراشد في قضيه اعاده الجنازي انها تشمل في من في تاريخ معين او احداث معينه، كنتوا تطالبون بتشمل بتاريخ ما قبل الغزو ايضا لان في هناك حالات سحب سياسي تم. ما في تحرك ايضا؟ شوف طبعا انا تكلمت في الجلسه قلت شنو يعني من بعد الغزو تحط القرار هذا كله؟ ما ناس سحبت جنازي ولاسباب سياسيه كثيرين موجودين واخذوا براينا وعادوا وفتحوا الباب حق الجميع. من عند مطالبة بأن جنسيته قد سحبت بغير وجه حق. ما تنظر فيها لجنة لبعدين ولا لجنة بدون ما انظرت؟ اللجنة الآن نظرت في عدد من الملفات ووقفت هذا التوقيف، ولا نعرف أسباب التوقيف الحالي، فقط عطوا عدد حالات وطبقوا لحالة واحدة. أنا أعتقد أن الأمر في أشياء قد لا نعلمها، ولكن انا اقول ما دام حطيت اللجنه لازم تستمر اللجنه حتى الناس تعرف شو لها وعليها. ان كنا نريد احنا هنالك استقرار اخر. لجنه الجناسي وقفت الان؟ ما لها نشاط كلش. ما لها نشاط. بس يقولون في ايجابيات. والله انا اللي ادري عنه ما عندهم نشاط، وبالتالي ما قاعد نسمع اي دعوات اي امور اي تطورات موجوده. فانا اعتقد اكو سبب لا نعلمه. واعتقد انه راح يبين مع الايام القادمه ليش تم توقيف هذه او عطلت او تاجلت او ما نفذت هذه اللجنه اجراءاتها. اوكي، ما صار في تحرك انه يا حكومه ليش مو قاعد تعمل مصدرتكم واحده الى الان؟ ما بين، ما صار فيها اي توجه، لان دشت اشياء ثانيه كبيره عليها وهو قانون العدد للتجنيس لابناء يقولون هذا القانون هو مدخل لإعادة الجناس، لإعادة مو التجنيس، لإعادة الجناس. هذا أنا توقعت أن تكون هاي تدخل من داخلها الحين من المبدأ هذا كله، يتم من بعدها تدور عجلة المتابعة للجناسي اللي تم سحبها أو إلغائها. ممكن في مجال. ممكن، إيه. ممكن في مجال. زين، النواب تقدموا في قانون تم رفضه في دور العقاد الماضي اللي هو بسط سلطة المحكمة الإدارية على النظر في قرارات سحب الجنسية. في الدور العقاد الماضي كان بعض النواب يعترض أنه ليش حطيتوا بس سحب الجناسي، ليش ما تشملون دور العبادة؟ اليوم النواب نفسهم اللي ما حطوا دور العبادة لا قدموا هذا القانون وحطوا فيه دور العبادة. ما تشوف أن حجتكم السياسية اليوم أجبلت؟ لا، الحجة السياسية ما كانت هذه. هذا يمكن نقاش صار ما بين اللجنه التشريعيه بين احد بين اثنين من اعضاء اللجنه على القضيه هذه، وكان فيها رفض من الجهه احد الجهه لما قال حطوا دور العباده في الموضوع، فكان قال لا. انا اعتقد مو هذا الاساس. اوكي، عندما تكون قضيه مخاصمه القضاء موجوده ومطبقه ذيك الساعه انت في وضع اكثر استقرارا. قانون مخاصمه القضاء، قانون مخاصمه القضاء عندما يتم ويتم تفعيله، انا اعتقد ان القضاء صار اصبح جزء من هذه العمليه. اليوم الدوله كانت في السابق عندها اشياء سياديه اربع خمس اشياء راحت منها او غيرتها او دشت عليها من المري والمسموع من الجمعيات النفع العام. الان بقالها ثلاثه، بقالها التجنيس وبقالها الابعاد الاداري وبقالها دور العباده. وان كان هي عندها الحق ولكن بعض الاحيان حتى تتراخى في دور العباده، مع انها حق موجود دخلك في موضوع ثاني يقول لك احنا لازم موافقه الجيران ما الجيران. اوكي، فالقانون هذا اذا قدم الحين مره ثانيه ممكن توافق عليه ولا؟ انا اذا كان هناك قانون مخاصمه القضاء تم تطبيقه. أوكي. انا وياه. انت وياه؟ نعم. اوكي، انا بكمل معاك في قضيه ايضا الحكومه ما تهاجمون فيه كنواب، ولكن اضطر اتوقف عند هذا الفاصل ونتم. الله يسلمك.
عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبو أحمد، لما صار التشكيل الحكومي ويو بعض النواب قاطعوا الحكومة، أنت ويأتوا انتقدتوا المقاطعة وهذا، فهم ردوا عليكم قالوا لكم أنتوا ياي تنتقدون على المقاطعة، ما أنتوا قاطعتوا الجلسات اللي نتيجة لحكم قضايا، كان وقت الحكم الأولي في قضية خيرية العبدلي، ما تشوف أن هذا الموضوع أن دام أنتوا قاطعتوا ما لكم حق تتكلمون عليهم؟ وترى اتوقع تكلمت في الجلسه يعني نتكلم احنا المقاطعه مالتنا شنو؟ رساله موجهه ان هنالك في امر معين حدث نعتقد انه في الحيثيات مالته خاطئه، ولكن لا اعتراف على موضوع القضاء. اللي يعترف على اللي يقف امام القضاء ويقول له القضاء غير نزيه والامور هذه كلها، احنا كدوله ماكو دوله، عندما تضرب القضاء انتهى الموضوع. الضغط اللي قاعد يصير من الناحيه الثانيه والخروج بالقضيه هذه كل القضاء ما اعرف ايش، احنا ضد هالشيء هذا. لذلك وجهت رسالتي، احنا لما وقفنا ما وقفنا بنقول القضاء هو او السبب ولا شيء، لكن قاعد نقول رساله موجوده، احنا لابد ان تكون اللحمه الوطنيه موجوده في هالخصوص هذا، ورسالتنا واضحه واتت باكلها بحينها، وانا مدرك بان الرساله وصلت بحق ذاتها واستمع لها صاحب القرار. اوكي، انت في قضيه الصوت الواحد اليوم بعض قاعد يطرح انه يجب اعاده النظر في الصوت الواحد، وان فكك خلينا نقول الكيانات السياسيه وفكك ايضا المجتمع صار يعني بتجه الى الفرديه اكثر. انت ردت قلت صاحب السمو قال ان الكويت راحت الا فجاء نظام الصوت الواحد الجيد وساهم في الاستقرار السياسي. هذا يشفى ان الصوت الواحد يستمر اذا كان في استقرار سياسي؟ اولا خليني اسالك سؤال، الصوت الواحد عطى الفرصة لكل نخب المجتمع أن تحصل فرصة للمنافسة، هذا واحد. عندما تكون هنالك أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين صادرت حق بسبب أنك أنت سويت أن كتلة تعال صوت لها بغض النظر زين هذا ولا مو زين، ما عطت فرصة للناس اللي لهم فرصة المستحقين أو اللي يبون يقدمون الخدمة في هذا المجال، راح لأن المجموع هو سيطر على الشيء هذا. أوكي، احنا نتكلم الحين صوت الواحد ما اعطى كتل موجودين بالمجلس، سوى كتل مع انهم من كل جهه، كم وزير طار هذا المجلس؟ كم وزير طار؟ وزيرين راحوا فيها، يعني وزير ثالث يعني حكم قاسي صار عليه. فانا اللي بوصله اللي بيقول لك والله راحت الكتل، لا الكتل موجوده، شلون تجمعوا على 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 رقم وصلت 28 ووصلوا 32، يعني كيفية الأمور والعشرة كون يوم زين بدون بصوت الواحد يوم؟ فبالتالي العذر الموجود إنه والله الكتل ضاعت، لا والله الكتل موجودة، لكن يت بقناعات الحين ما يت بتوجيه، هذا الفرق. فأنت مع إبقاء الصوت الواحد؟ الصوت الواحد الآن في الوقت الحالي هو صمام الأمان للكويت. أوكي، لما دخلوا اليوم المقاطعين، خاصة أن كانوا يقولون قبل مجلسكم مجلس مناديب وغيره، وتو لما تكلم سامي شاهين قال هو ليس مثل مجلس المناديب ولكنه أفضل ولكنه مفكك نوعا ما، شو اللي تغير؟ شوف، أولا خدمة الناس هذه أنا بالنسبة لي تعتبر وغيري كذلك من الناس اللي الله سبحانه وتعالى دعاها، يعني حاجة من 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 الأشياء اللي الإنسان يحصل أن تخدم واحد مظلوم، والله العظيم إنك أنت تسوى أي شيء عندك يا يعني. طبعًا دور التشريع ودورنا الرقابة الموجود، ولكن لما سمونا بالمناديب ما هم أغلبهم صاروا دشوا في المندوبية، كلهم يروحون يدافعون على المعاملات يقولون لا تبي أصوركم وأعرفكم شو قاعد تسوون، بس هذا ما هو طريقتي كذي يعني. خلينا إحنا نقول والله خدمة الناس بهذه الصورة، فأنت إذا حلنا هذا المجلس 13 مناديب فأنت دشيت بالمندوبية صرتوا فوقهم، صرتوا ملكيين أكثر من الملك. هم صاروا ملكيين أكثر منكم؟ طبعاً يستجيبون لهم، معاملات أنا أشوفهم قدامي. لا يا أخي، ليش نقول إحنا؟ أنا أقول ما في شيء، هم يستجيبون يعني، في استجوابات موجودة يا أخي، هذا يعني وايد ناس استجوبوا. كم هالمجلس هذا شبع استجوابات، كل يوم استجوابات، وهالمجلس أي يعني هذا عشان كذي مو مسيطر عليهم، يقولون ما يسوون معاملات؟ لا يسوون معاملات، اذا يسوي معامله تسمينا مندوب فهم مندوبين مناديب، انتهى الموضوع. لا احنا نقول نفسنا احنا بعيدين عن الشيء هذا. وهذا المجلس بالذات ابو علي ابو حسين من اول ما نجح
وهو حل 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 من اول ما هنا اول ما هنا قال دستوري من حل، عقب استجواب رئيس الحكومه، عقب استجواب وزير الاعلام، عقب استجواب وزير الدوله شو مجلس الوزراء، وانت ماشي الحين الاحكام بيحلونه وكل يوم كل ما نطلع حل. اقول لي والحل بحط هذا بيد حضره صاحب السمو الحالمين اللي برا يتوقعون الحالمين اللي برا حالمين حالمين يتامل ان يحل هذا المجلس رغبه منه بالمشاركه. زين ترى ولا شيء ثاني، هذا مجلس مو في معارضه، ايش تبي بعد؟ شو المطلوب؟ اذا بتغير رئيس الحكومه ولا بتغير اداره، هذا حق لصاحب السمو يا جماعه الخير. شنو الرساله بتوصلونها بالصوره هذه كلها؟ يعني نعم، هل اذا صحيح ان هذا المجلس رقابي اكثر من انه هو يقدم يسمونه تشريعات، ولكن قاعد يقوم بدوره. احنا ليش نقول احنا على انفسنا ان احنا والله الحل حل, حل الحمد لله رب العالمين. نتكلم عن شخصي، اي لحظه الحل فاهلا وسهلا فيه، ما قاطع للناس عملنا بان نستطيع نقدمه. فاعتقد زملاء النواب نفس الشيء، فبالتالي الحل الموجود هذا برا عندهم الفراق الموجود ودخلوا فيها الامر هذا كله. اوكي، الجلسه الماضيه لما صار السجال يعني حتى بين يعني مؤسف كان بين الحميدي وبين رياض العتاني اخوه احبه عزه، السجال على المجلس الاولمبي وشبهه فساد غسيل اموال، هذا الخلاف هل هو خلاف نتيجه لصراع شيوخ تجار ام هذا الخلاف او هي قضيه فساد حقيقيه بوجهه نظرك؟ اولا صراع صراع ما في روح تعال فيه، اللي يقول لك ما في صراع يقول له ما عندك سالفه. هذا الصراع كل فتره وفتره ياخذ لون جديد من الصراعات. ولكن هذا الجدال اللي صار شنو استفاد منه الشعب؟ ما القضاء بيحكم وراحت حق القضاء، حال يسمونه الايداعات ولا التحويلات ولا ما شابه ذلك. وين الحين بتجي تقدم شيء اصلا قانونا ما تقدر ما يجوز لك تقدمه، انتهى الموضوع تسكر وراح في عينه. شنو مثل الإذاعات بتكلموا عنها الحين؟ أنا أقول لهم الآن شنو تقولهم على قضية عرضه مجلس الأولمبي؟ شنو هذه؟ شو أنا أقول الآن القضية في القضاء كما قال وزير الداخلية وأكد عليها وحولت فأصبحت في القضاء. الحين الكلام هذا اللي قاعد يقال ليش لماذا، هل في في في, في توجه للتأثير على القضاء؟ هذا مو صحيح. شو استفاد الشعب؟ يرحم والدك، شو استفاد من النجرة اللي صارت؟ شنو استفاد الشعب من هذه النجرة؟ لما طلب رياض العتاني عرضه شنو هذه؟ تشوف يعني انا اقول صراع كان هذا هو يريد، يعني رايه شخصي هذا بيقدم الامور هذه كلها، بس انا اقول شو استفاد الشعب؟ بيعرف الحقائق، الحقائق راح تقول النيابه بالنتيجه النهائيه، خلينا نسوي لنا قانون حق الشعب، خلينا نسوي لنا شيء. حتى رئيس المجلس نزل على مقعد النواب تكلم، هذا حقه ما اقول لك لا، بس انا رايي الشخصي اقول لك ما دام راحت القضاء سكر، خلى القضاء ياخذ قضاء، ما احنا ندخل في لجان يعني تحرير. ما كنت مع انه يناقش بهالشكل هذا، ما له داعي اصلا. كان لي دور، طلب مني الاخ رياض اني اخذ دوري، قلت بتكلم. لما شفت الصراع الموجود اعطيتنا حق اخونا الحبيب انت يا شو اسمه ما كان متوقع المستجب لرئيس الحكومه اعطيتك حمدان؟ حمدان زين يعني انت مع بعض سريع معطيه اياه زين، لانه ما شفت ماكو فايده، ما يعني شنو الفايده المحصله؟ شنو الفايده المحصله؟ فانا ارجع واقول هذا يعني قضيه المجلس الاولمبي هي صراع، خلاص صراع. وانا اقول راحت القضاء، واذا كان في ناس عليهم شبهه ماليه ولا كان عليهم استغلال غسيل اموال، القضاء ياخذ دوره. ولا اذا ما عندنا ثقه بالقضاء بعد تسكر القضاء، بعد يقول احنا شو الدوله اللي ما تؤمن بالقضاء؟ هذا غلط. انا اقول انتهينا، شنو هالصراع هذا كله؟ الشعب يبي منا يا جماعه لما يقول لك الحل ما تلومهم، يبون يشوفون انجاز، ماكو انجاز حقيقي قاعد يصير. اوكي، في قضيه دائما تطرح وقبل يومين اثيرت اللي هي قضيه فئات غير محددي الجنسيه. وزاره التربيه كان هناك قرارين متضاربين، واحد يفرض ان البطاقه الامنيه تكون صالحه حتى يتم التعليم في المدارس الخاصه، الاخر ذهب الى ان هذا نوع من الاساءه وانه ما يجوز انه يتم، خاصه ان هذا التعليم حق انساني، فبالتالي اعيد مره ثانيه سحب هذا القرار. الى اين؟ والله انا اشفع على هذول الناس عندما يرفعون كف ايديهم بالدعاء على الناس اللي وقفوا ضدهم. الرسول الاكرم صلوات السلام عليه وعلى اله شنو بالحروب؟ تعال علم واحد القراءه والكتاب واعطيك حريتك، انت اسير عندي. احنا نتكلم على مسلمين ونقول دوله انسانيه، اصلا هذه بحد ذاتها لها من الثواب والاجر الكثير. ان احنا واحد بتعلمه تقول لا ما يصير، عطني هويتك وعطني ريلك وعطني مدري شو عطني وما تعطيني،
تعطيهم ايش ما تعطيهم. هذا العاشر بالكويت قاموا ما عندهم الان مشكله موجوده في البطاقه. يوم الايام نعم هاي تستحق ويوم الايام الحين ما تستحق. انا اقول انسوا هذه الامور. التعليم والطبابه حق حق كل انسان موجود، فما بالك اذا ولدوا في الكويت. انا اعتقد هذا التخبط الموجود بسبب هنالك ما في سياسه واضحه وتحتاج الى قرار في نافذ. في تخبط طبعا اي ولا شيله وحطه. لما صار اجتماع مع رئيس اللجنه التنفيذيه صالح الفضاله في مجلس الامه، بعض النواب طلع واشاد يعني الاداء كان جيد وممتاز وقاعد يوفروا لهم حقوقهم هذا، فمعناته كلامكم كنا شوف كنا سياسي. اكو شغلتين، الشغله الاولى في ناس مزورين بالامر كله في قضايا اخرى، لكن انا اتكلم اليوم انا اتكلم عن ناس موجودين يومون يتعلمون. انت تمنعهم ولا اكو طريقه معينه تثبت ان تبع هذا الريال لهذه الدوله، اذا الدوله نفسها تقول لك انا ما عندي اسمه، شو تسوي له يعني؟ شو تسوي له؟ تروح الدوله الفلانيه، دوله ما عندنا اي شيء عليه، ما عندنا اثبات عليه. اذا عندك اثبات يا اخي ودوا ديرته وخلاص انتهى الموضوع. فبالتالي انا الحين في الوقت الحالي قاعد اعاقب انسان يعني باسوء الاحوال، حتى الخصم كان الرسول الاكرم كان يعطيهم حق التعليم، ليش احنا نمنعهم؟ ليش نمنعهم؟ انا اعتقد احنا قاعد هالناس الطيبين اللي كانوا يدعون للكويت بعودتها من الناس هذه افعالنا الطيبه. فانا اقول هذا الامر الكويت مو عيزانه تعلم هذيل، وهذا انسان قبل ان يكون هو بدون ولا غير بدون. اوكي، مشكله احمد او تعيين ابناء الكويتيات من فئه البدون وفئه يعني من فئه اذا كانوا معلومي الجنسيه وغير محددي الجنسيه، ما يجب ان يتم حلها او طبعا خاصه اول شيء اكو مرسوم زين وهذا المرسوم صار له سنه الحين بديش السنه زين وقاعد متعطل. احنا عندنا التالي، انا في لجنه الاحلال في اولويات يعني الان من حيث المبدا طرحت كالتالي: الاولويه الاولى للكويتيين بالتوظيف، الاولويه الثانيه لابناء الكويتيات، الاولويه الثالثه لفئه البدون، الاولويه الرابعه لزوجه الكويت اللي ما عندها جنسيه، الاولويه الخامسه للمتقاعدين زين وبعدين اخذ غيرهم. مطبق ولا لا؟ الان احنا قاعد ندفع فيه في لجنه الاحلال هذا الشيء هذا. أوكي. زين انا الحين هذين شنو كلفته علي لما اعطي وظيفه؟ اي واحد من برا يبي طبابه يبي يستعمل طاقه يبي يستعمل معرف ايش مصاريفه موجوده، هذا عايش وياك عايش في بيته خالص عنده في الله عاد البيوت اللي معطينهم اياها زين او السكن مالهم، والله تروح هناك تتعجب من تقول الحمد لله رب العالمين الله يعني استر على هالديرة هذه. فبالتالي انا اقول اذا انت عندك القدره الموجوده بدل ما تروح الارباح هذه قصدي الاموال اللي ضايعه في الداو غير الداو هذا اللي يستاهلون بشر ان نعطيهم هذا الشيء. فانت معه ان يتم توظيفهم ويعطاهم هذا الحق؟ ابناء الكويتيين وين تروح؟ وين يروحون يعني هذي؟ اوكي، في موضوع اخر بطاقه عافيه اللي هو كان المفروض تشمل مثلا ربات البيوت وغيره، الى الان بطاقه عافيه اعتقد صار فيها تمديد اشهر على اساس يحطون اضافات جديده على الـ على الـ على الـ على البوليصه. اوكي، اعتقد بتغيير الشركه راح تتغير راح يصير مناقصه هي عاده زين وظني كم طرح المناقصه بس ما راح يصير في فتره فراغ بين الشركه والشركه الثانيه ولا راح والله هم عندهم ترتيب معين بالنتيجه النهائيه المشتركين في قناة في عفوا في بطاقة عافية تجاوز 100,000 الحين، هذا الرقم يعني يبين ان الناس مستفيدين من هذه البطاقة. الكلام اللي سمعناه من معالي الوزير مجتهد في ان يضيف بعض الاضافات المستحقة للمتقاعدين سمع يخص الدعامات الموجوده في عمليه القلب اذا تي على قضيه الركب وتبديل المفاصل في يعني لكن في يعني في اشياء جديده موجوده قد سوف تضاف اليها لكن انا ما اريد اتكلم لان هذا حق للوزير احنا نعطيه النصيحه والتوجيه نقول له ترى حط هذا وتدخل فيها القضيه ان شاء الله. لما في مجلس 2013 كنت في لقاء وياك اعتقد في كنا في تلفزيون الوطن وقتها وكنا نتكلم عن شركه الدره وانت وقتها كنت تكلمت وكان عندك نوع من الاعتراض والله يذكره بالخير دخل علينا نائب السابق كامل العوضي صار في سجال طريف يعني بيناتكم ولكن اليوم عندنا مشكله في العماله المنزليه الشركه اخفقت ام الشركه اريد لها ان تغيب ويغيب دورها وتحل المشكله
المشكله اليوم مستمره، يعني احنا الى الان احنا مثلا في العماله الفلبينيه ما حلينا الاشكاليه، ويوم عن يوم قاعد تتطور. وين الاشكاليه؟ انا لو بديني قضيه شركه حكوميه تمثل دوله الكويت وتدخل في هذه العماله اقول لها واخرب. هي شركه دره الحين. تعرف ليش؟ ليش؟ اي قضيه انسانيه الحكومه بتدافع عن نفسها. بالعكس لما تكون هنالك في مؤسسات شركات خاصه للناس ايا كان، الحكومه تراقب الشركات هذه كلها. انا قاعد احط نفسي في خانه الخصومه مع حقوق الانسان كدوله، وانا قاعد ادور انظف اي شيء بالنسبه محسوب على الكويت. هذا الجانب الاول. خلي الجانب الثاني، قاعده رئيسيه موجوده. احنا شنو عندنا مشكلتين؟ المشكله الاولى لا السعر العالي، المشكله الثانيه يعني حق المواطن عندما يجيب خادمة حقوقه، واكو حقوق اخرى للخادم نتكلم عليها. احنا نقول ما دام العرض اقل من الطلب فالاسعار تزيد لان ماكو عليه. موضوع الاعلان عن قضية الاستقدام المباشر دون وصول الى الدرة او مكتب الخدم، هذا بروحه بحد ذاته راح يكسر السوق اللي هو اسعار العالية الموجودة، لان رقم حسب ما سمعت انه ما تتعدى 500-600 دينار، مو مثل الحين ب 1500 و2000 وشهر رمضان يعني. احنا قضيه العماله المنزليه لابد من التنويع وحلولها. سبق اني قلت حق وزير الخارجيه والاخوان الموجودين، يبا احنا صندوق التنميه قاعد يدفع ملايين بحق الدول الاخرى مثل اندونيسيا، قاعد وياهم ايش يبون؟ يبون شغلات بسيطه يا جماعه الخير، قعدوا معاهم وخلي البرلمان يوافق عليه. واحد يبون يستحق، يبون استحقاقات العمالة المنزلية تكون داخل البنك استحقاق، ما يصير الرب العمل واحد يعطي واحد ما يعطي، واحد يبتدي يعني يسفرها من غير علمها وماكو راتب مع السلامة. حق طبيعي اعطوهم اياه، خلص استقطاع. هذا بس الخلاف يعني ثلاث نقاط رئيسية. شنو الاندونيسيا؟ واحدة هذا استقطاع يكون عن طريق البنك مباشرة الراتب. اثنين ان الخادمة قبل لا تسافر ان او ترحل اي مكان لازم يكون في علم السفارة اللي ما عندها اي شيء، فبالتالي حق موجود للمواطن الكويتي وكذلك الخادمه ما عليهم بلا يعني اشياء مستحقات بيضتين شيء تروح جيرتها وتتكلم علينا وكيت وكيت. ثلاثه تبي الحقوق العامه، مو معقوله خادمه انوم بالمطبخ ولا خادمه تخدم لها حوالي يمكن 15 او 12 شخص، ما تقدر، هاي طاقه موجوده، حق ترى هذا موجود. زين ليش عيل هني واقفين عندنا؟ شو اللي موقفهم؟ ما ادري، انا ما اشوف وزاره الخارجيه تروح هناك تحل هالمشاكل. 260 مليون في اندونيسيا وهم يطابقون الوضع الكويتي، اما الوسائل الاخرى يعني المواطن الكويتي عشان تحفظ له ان حقوقه تكون موجوده تبي ضمان. اكو شركات تامين مختصه تعطيك ضمان على 18 شهر، اخذها وطرحها على بعض الناس بحيث انه لو خدامه رجعت ما تبي تشتغل في من يعوض. فبالتالي موضوع الخدم لابد من حل جذري، لا الحل الجذري ايجاد. المشكله مشكله التجار؟ ما في اشياء كثيره من كل صوب فيه، لكن انا اقول عندما توفر العرض راح اوتوماتيكيا راح تنزل الامور هذه. زين انت كنت دائما في يعني حتى في فترات سابقه تتكلم عن التجار وما التجار، اليوم وينك عن هذا الطرح؟ تجار؟ اي هذا التحولات الماليه وراء التجار ما يبون. واحد اول شيء بس اختصار شديد. ليش ما يبونه؟ يعني يقول لك والله خلهم يودون باكر ما يجون هذيل استغلالنا، وباكر ما يسكنون الشقق، باكر ما ادري شنو، ما اعرف ايش، تقل العماله. التجار احنا متوقعين ضد موضوع الاحلال لان الشقق راح يعني بعضهم ما راح يحضر الكويت، يودي اهله برا خلاص ما يبي يتحمل العبء المالي الموجود. ما زال التجار في الكويت يا اخي سعر البرميل النفط كان 100 دولار ونزل الى بالثلاثين، هل تغيرت اسعار السلع في الكويت؟ هذا التضخم الموجود ما حد قادر يعالجه، ما حد، لان الحكومه مي قادره تحط ضبطيه موجوده على هذا الامر. وين الاستراتيجيات الموجوده حق هذا الشيء؟ ماكو. فبالتالي التاجر ما زال ينعم ولا حد قادر يوفر لمنيو من هناك لان الناس تعبت من هالقضية هذه كلها. وأقول لك ما زال جزء من التجار، ما أنا قالوا كلهم في ناس مستقيمين الحمد لله رب العالمين، جزء منهم بأي طريقة إن كانت ما وده يخسر دينار. زين هيك قضايا أخرى جايتنا بالطريق، خلينا نشوف شو راح يصير فيها. أوكي، مستقبل علاقتكم اليوم مع الحكومة، في تشوف في آفاق للتعاون
أما أن راح نصل لطريق مسدود ويمكن يصير في صدام سياسي؟ والله شوف العمل السياسي ما له خريطة معينة، مرة مني مرة منك حسب الواقع الموجود. زين هنالك في أخفاق من الحكومة راح يصير فيها على طول، يصير فيها خلل واضح إذا صار فيها إذا في خلل. وأنا أعتقد النواب أذكياء جدا في قضية استغلال أو مستغلال، خلينا نقول لك تقييم الحالة الموجودة وإعطاء رأي معين. أنا بالنسبة لسؤالك يتكلم على ثلاث جوابات موجودة اليوم، أنا ما أعتقد يت يعني بتنسيق، يت يعني عفوية يعني الطبطبائي يتكلم من فترة طويلة على القطاع النفطي، الأخ حمدان العازمي يتكلم على السجواب بالنسبة حق الدوائر الانتخابية كان في البداية، نعم الدوائر الانتخابية. الأخ صالح عاشور ردت يعني من صار قضية الثقلين بدأ يقول ليش الجمعيات أخرى وكيف ما كيت الأمور هذه كلها، فما هي منسقة في هذا الأمر. لكن توقيت التزاحم عليها أنا أعتقد شوية الواحد لازم يفكر فيها بهدوء. يعني الحكومة راح تستقل هالشيء بتحطهم جلسة واحدة كلهم يلا نقعد لثنتين الفير ونشوف ربك وين نوصل فيها الأمر هذا. يعني لكن ما تتوقع حل؟ صراحة الموقع أقول لك إياها، 6-5 هو اليوم المفصلي السياسي في الكويت. عندما تطلع الأحكام وهذه الأحكام إن كانت تحمل، الحين بين الإخوان بعضهم بدأ يسافر برا الكويت حتى ما يبي يصير، لو صار أحكام لو أتت الأحكام بأحكام فيها سجن وما شابه ذلك تالي برا الكويت ولا يدخل بالسجون هذه كلها. فأنا أقول 6-5 هو اليوم المفصل السياسي لهذه المرحلة من الحياة السياسية. ليش؟ أن الحكم إذا صدر إذانات الحكم وما يأتي من وراء الحكم ما نعرف، إحنا ما حد يعرف شو حسن. شان تتوقع أن يكون لا يعني أزمة وصدام سياسي؟ الحين لما تي أنت تي وتي وتريد المصالحة العامة شنو معناته؟ معناته ما تبي تواجه الشيء الآخر العكس. وبذلك عندما انا جيت بتصالح وما صار التصالح وبالتالي سوف ياتي العكس. انا في سيناريو تو طرحته قبل شوي على سامي الشاهين، ان اذا كانت الاحكام هي احكام ادانات فالمجلس ستعرض عليه ان تصويت الابقاء على العضويه او الشطبه، انت اذا عرضت عليك راح تخليهم ام راح تصوت بشكل حال غير؟ شنو حال 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 غير في السابق؟ زين اللي تحكم عليه خلاص بعد ريال برا عنده برنامج في لائحة موجودة تتحكم في هذا الأمر. لا وراح تعرض الحصائل عضوية الناب راح تعرض على المجلس. الآن إذا في مجالنا أنت إذا عرضت على المجلس راح تصوت؟ إحنا نحترم القضاء، أنا واحد من الناس أحترم القضاء لي ولا علي نفس حكم القضاء، وإذا ما أحترم القضاء لا أحترم الدولة، لا أحترم كيان الدولة باختصار شديد. أن تريد دولة تستقر ويكون لها كيان أن تحترم القضاء سواء رضيت فيه ولا ما رضيت فيه. أوكي مشكور كابتن حضورك معنا بعد فترة طويلة إن شاء الله نلتقي معك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة، لكم من أطيب المنى وإلى اللقاء.